نفتتح قراءتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من ألمانيا، حيث اهتمت صحيفة فرانكفورتر ألجماينة سايتونغ بتطورات الأوضاع على الحدود البيلاروسية البولندية التي تخيم عليها أزمة هجرة غير مسبوقة. وأشارت الصحيفة إلى أن بيلاروسيا ستعيد 5000 مهاجر إلى بلدانهم، فيما ستتفاوض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الاتحاد الأوروبي على إقامة ممر إنساني إلى ألمانيا ل2000 مهاجر عند الحدود. من جهتها سلطت يومية ليبيغاسيون الفرنسية الضوء على ظاهرة العنف المدرسي التي أضحت مستشرية في المؤسسات التعليمية للبلاد، والتي يكون تلاميذ المدارس الابتدائية والمراهقون عرضة لها، مشيرة إلى أن التوعية بخطورة هذه الظاهرة يكتسي أهمية بالغة. صحيفة ذا جاردين البريطانية اهتمت بإعلان مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية حالة الطوارئ بعدما طالت فيضانات مدن عدة وأدت إلى إجلاء آلاف الأشخاص، فيما أعلنت الحكومة الكندية إرسال تعزيزات عسكرية. وفي بلجيكا سلطت يومية ليفر بلجيك الضوء على ما أعلنت عنه سلطات البلاد بشأن اتخاذ تدابير جديدة تروم مواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة بعدوى كوفيد-19، وذلك خلال اجتماع جديد للجنة التشاور بين ممثلي الحكومة الفيدرالية والكيانات الجهوية.